السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نهنئكم بهذه الذكرى العطرة، ذكرى ولادة باب المراد الإمام محمد بن علي الجواد. لذكره ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. لا، الإمام الجواد يستاهل صلوات توصلونها إلى الكاظمية على محمد وآل محمد. إيه، هذه صلوات. يا أرض طيري يا سماء توردي، يا أرض طيري يا سماء توردي، ولد ابن سلطان الزمان فعيدي. يا رب صل على النبي وآله، قد شع نور جواد آل محمد. يا أرض طيري يا سماء توردي، ولد سلطان الزمان فعيدي. يا رب صل على النبي وآله، قد شع نور جواد آل محمد. صل يا ربي على ابن الرضا باب المراد، التقي البر نور الأرض مولانا الجواد، خازن الرحمة ينبوع المعالي والسداد، حجة الله على الخلق وبدر الظلمات. إلى بغداد عرج بالوداد، إلى بغداد عرج بالوداد، لكاظم آل طه والجواد، هناك إلى الحوائج خير باب تفوز به وباب للمراد، فلن كسر الرجاء بمن ترجى، بمن ترجي، ولا رجعت بخيبتها، ولا رجعت بخيبتها الأيادي. فصل على النبي تجد شفيعا، إليك مشفعا من خير هادي. أيضيع هذا اليوم في الأيام؟ حاشا، ففيه ولادة لإمامي. أيضيع هذا اليوم في الأيام؟ حاشا، حاشا، ففيه ولادة لإمامي.
أيام طلتهم على الدنيا وهم خير الورى هي أحسن الأيام ولد الجواد ولد الجواد كأن نجما ساطعا خرق الظلام فلم يعد بظلام ثالثا على حب الإمام الجواد بأعلى الأصوات يزهي يزهي نورا ما شاء الله ما شاء الله يا محلى حضورا ما شاء الله ما شاء الله جوابك فقط ما شاء الله نبى صوت إن شاء الله يطلع من الماتم يزهي يزهي نورا ما شاء الله ما شاء الله يا محلى حضورا ما شاء الله يزهي يزهي نورا ما شاء الله ما شاء ويا محلى حضورا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله بعد مرة وما شاء الله وما شاء الله بالمآتم نور هلا ليت لالا بالعشق مذخور لجل النبي وآلا لجل النبي بالمآتم نور هلا ليت لالا بالعشق مذخور لجل النبي وآله ما اسمع لجل النبي وآله كل فرد مسرور والفرحة تهناله تنشرح للصدور للعتر مياله للعتر إيه قولوا يلا قولوا ما شاء الله ما شاء الله قولوا يلا قولوا ما شاء الله وباسم الهادي صلوا ما شاء الله بالمآتم نور هالليلة يتلالى بالعشق مذخور لجل النبي وآله لجل النبي كل فارد مسرور والفرحة تهنالة تنشرح للصدور للعترة ميالة للعترة وقولوا يلا قولوا ما شاء الله ما شاء الله قولوا يلا صوت أعلى ما شاء الله وباسم الهادي صلوا ما شاء زانت الأكوان بنور الله الساطع زانت الأكوان نور الله الساطع والفلك يزدان بالكوكب التاسع وين صوتك بالكوكب التاسع بالجواد الجان كل الفضل جامع بالجواد الجان كل الفضل جامع ذكرى عالي الشان والشيعة شافع
علي 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 ما شاء الله ما شاء الله وغالي والله غالي صوت أعلى وعالي والله عالي ما شاء الله وما شاء الله وما شاء الله وما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله فرحة الأطهار فرحتنا تتجدد نردد الأذكار يا الدهر ردت يا الدهر تاسع الأنوار في مولد نشهد تاسع الأنوار في مولد نشهد إنها الآثار لجل النبي تمتد لجل النبي في لجل النبي تمتد جد الهادي رواه ما شاء الله ما شاء الله سبحان اللي سواه قولوا يلا قولوا ما شاء الله ما شاء الله بسم الهادي صلوا وما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء يا الموالي قوم يا الموالي قوم وتهنى بالبشرى للجواد اليوم دنيانا مزدهرة مسمع دنيانا مزدهرة انسى كل هموم انسى كل هموم باب الكدر سكرة فرحتك بتدوم بولاية العترة فرحتك بتدوم بولاية العترة وقولوا يلا قولوا ما شاء الله ما شاء الله قولوا يلا قولوا يلا عم بصوت أعلى بعد قولوا يلا قولوا ما شاء الله ما شاء الله بسم الهادي صلوا ما شاء الله ما شاء الله يا الموالي يا الموالي قوم وتهنى بالبشرى للجواد اليوم دنيانا مزدهرة اسمع دنيانا مزدهرة ودنيانا مزدهرة دنيانا انسى كل هموم انسى كل هموم باب الكدر سكرة باب الكدر سكرة فرحتك بالدوم فرحتك بالدوم بولاية العترة بولاية العترة انسى كل هموم باب الكدر سكرة انسى كل هموم باب الكدر سكرة فرحتك بالدوم بولاية العترة بولاية العترة وعالي والله عالي ما شاء الله ما شاء الله وغالي والله غالي ما شاء الله يزهي يزهي نورا مهما كنا بعيد بقال النبي نفرح مهما كنا بعيد بقال النبي نفرح كل قصدنا نريد نراهم ونطمح رضاهم ونطمح نذكر التشييد ذكر والتشييد هل ما تم توضح قولوا قولوا يلا ما شاء الله ما شاء الله وبسم الهادي صلوا
باسم الهادي صلوا ما شاء الله 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 لو تمر لسنين ابدا ما نتغير لو تمر لسنين ابدا ما نتغير نبقى متمسكين بالمسلك الاطار نحيي امر الدين والي بني حيدر نحيي امر الدين والي بني حيدر عالدرب ماشين موعدنا بالمحشر عالدرب ماشين وقولوا يلا قولوا ما شاء الله ما وبسم الهادي صلوا ما شاء الله ما شاء الله وما شاء الله وما شاء الله ما شاء الله جوادي 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 يبحر الجود يا الطبعه جوادي عنان القلب سلم إلك جوادي حنين الروح الليلة جوادي وانا المشتاق لأرض الكاظمية وعمرة صدر بحب أبو الهادي أعمرة ومحبتة عن ألف حجة وعمرة الجواد اللي سبق سنة وعمرة ورث علم النبي وحيدار وصية وساعة وساعة إلى باب سعى الساعي وساعة وجي تنشد لها أحوالي وساعة أدق على الباب كل ساعة وساعة يا باب مراد أبو جفوف الندية وفضله وفضله أنا اللي تراب من طينه وفضله أحب على البشر كلهم وفضله وفضله سألتك ربي من فضلك وفضله الفضل ذات الفضيل والإيد هي إن شاء الله آخر قصيدة والمولد ونسألكم الدعاء إن شاء الله تجابونا ونزف التهاني والتباريك هذه الليلة للإمام الرضا إن شاء الله يا ربنا صل على الجوادي من جاد بالفضل على العباد يا ربنا صل على الجوادي يا ربنا صل على الجوادي من جاد بالفضل على العباد يا ربنا صل على من جاد بالفضل على العباد أكرم به مباركا علينا في ذكره الميمون قد سعدنا أكرم به مباركا على الورى أعظم به من سيد فيا ترى يا ربنا صل على الجواد يا ربنا صل على يا ربنا ف
فقد روى في حقه الصنعاني عن الرضا المولى علي الشاني فقال ما قط وليد قد ولد كمثله مباركا فينا وجد يا ربنا صل على الجواد يا ربنا صل على يا ربنا يلا صوت أعلى يا ربنا صل بعد صوت أعلى يا ربنا صل على الجواد يا ربنا صل على الجواد يا رب فحق أن نحفل بالجواد في حفلنا هذا وكل نادي أن نعقد الفرحة والتهاني بيوم ميلاد رفيع الشان بيوم ميلاد رفيع الشان بحقه من والد وما ولد بجهده يا ربي والهاد السند يا ربنا صل على الجواد يا رب يا ربنا صل على الجواد يا ربنا صل على الجواد يا ربنا فقد روى في حقه الصنعاني عن الرضا المولى علي الشاني فقال ما قط وليد قد ولد كمثله مباركا فينا وجد فحق أن نحفل بالجواد في حفلنا هذا وكل نادي في حفلنا هذا وكل نادي يا ربنا صل على الجواد يا ربنا صل على الجواد يا ربنا صل على فمن رجاك بالوليدين أجب حاجته والفضل منهما طلب فيا إلهي بالتقي والنقي ومن بهم من الجحيم نتقي يا ربنا صل على الجواد يا ربنا صل على الجواد اغفر لنا يا ربنا الخطايا اغفر لنا يا ربنا الخطايا بحق من سادوا على البرايا بحق من سادوا على البرايا وصل يا رب على الكرام سادتنا في الفضل والإنعام يا ربنا صل على الجواد صوت أعلى يا ربنا صل على الجواد يا ربنا يا ربنا صل على الجواد اللهني ما نسمع صوتكم ما نسمع صوتكم اللهني نبقى صوت أعلى يلا آخر فقرة فمن رجاك بالوليدين أجب فمن رجاك بالوليدين أجب حاجته والفضل منهما طلب فيا إلهي بالتقي والنقي ومن بهم من الجحيم نتقي جاهزين؟ يا ربنا صل ما شاء الله ما شاء الله غلبتون اللي هناك غلبتونهم يا ربنا صل على الجواد يا ربنا صل على اغفر لنا يا ربنا الخطايا بحق من سادوا على البرايا وصل يا رب على الكرام سادتنا بالفضل والإنعام يا مو
مستمعينا النظام صلوا على البدر التمام محمد محمد وآل محمد. صل اللهم صلاة دائمة نامية زاكية باقية بقاء وجهك الكريم على وليك العظيم إمام القاصي والداني المكنى بأبي جعفر الثاني الإمام الجواد قاضي حاجات العباد الملقب بباب المراد التقي بن الرضا الراضي بالقدر والقضاء واسمه اسم النبي محمد صلى الله اللهم صل على محمد وآل محمد. وكان مولد الإمام الجواد في العاشر من شهر رجب في يوم الجمعة وأمه من أفضل نساء زمانها وهي أم ولد اسمها سبيكة النوبية وقيل ريحانة وتكنى بأم الحسن وقد سماها الإمام الرضا عليه السلام خيزران وهي من أهل بيت ماريا القطبية زوجة النبي محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. عن كليم بن عمران قال قلت للإمام الرضا عليه السلام ادع الله أن يرزقك ولدا فقال عليه السلام إنما أرزق ولدا واحدا وهو يرثني وهو شبيه موسى بن عمران فالق البحار وشبيه عيسى بن مريم. يا مستمعين النظام صلوا على البدر التمام محمد بشير النذير والسراج المنير. عن حكيمة بنت الإمام الكاظم قالت لما حضرت الولادة خيزران دعاني الإمام الرضا عليه السلام وقال يا حكيمة احضري ولادتها وأدخلني والقابلة إياها وأغلق الباب علينا ووضع مصباحا فلما أخذها الطلق انطفأ المصباح وبين يديها طشت فاغتممت لانطفاء المصباح وبينما نحن نلي ولادتها إذ اشتد عليها الطلق والظلمة تعم المكان لانطفاء المصباح فبينما هي كذلك إذ أشرقت الدار بالأنوار وامتلأ المكان بروائح الطيب وإذا بها قد وضعت الإمام الجواد أفضل